تمكنت الأجهزة الأمنية من فتح خط السير ما بين مدينة إربد ومناطق شمال المحافظة بعد أن قام محتجون بإغلاقه على خلفية وفاة الطفل أنس الشاعر في الأحداث التي شهدتها جامعة الحسين الاثنين الماضي، وذلك بإشعال الإطارات ومحاولات قطع الطريق في منطقة دوار البياضة شمال المحافظة. أعلن رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور طه العبادي تعليق دوام الجامعة يوم الأحد وانتظام الدراسة فيها اعتبارا من صباح بعد غد الاثنين. وبين رئيس الجامعة أن الهدف من التأخير يعود إلى تجهيز الجامعة واستكمال تنظيفها من آثار المشاجرة، مؤكداً أن الجامعة ستسعى إلى إعادة سير الدراسة بما يضمن سلامة الطلبة ومصالحهم الدراسية. نفذ أهالي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي اعتصاماً هو السادس على التوالي أمام الديوان الملكي، وذلك للمطالبة بتنفيذ مطالب أبنائهم التي تتمثل إلى جانب الإفراج عنهم بتنظيم زيارات دورية لأهاليهم ومساعدة ذويهم على إرسال الملابس والنفقات الشهرية. ويأتي هذا الاعتصام تزامناً مع إضراب الأسرى الذي دخل يومه الثالث. أعلنت لجنة شريان الحياة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مجمع النقابات المهنية عن انطلاق قافلة أنصار 4 يوم الاثنين، وذلك في إطار القوافل التضامنية التي تصل إلى قطاع غزة. وبين القائمون على القافلة التي ستضم 31 مشاركا أنها ستحوي على مساعدات إنسانية وطبية بالإضافة إلى مساعدات لإنشاء مشاريع صغيرة.